اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء الجمعة الأول من سبتمبر فعاليات الدورة 20 من مهرجان الصيف الدولي، وأحيا فريق المربع الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير. لاقت فعاليات المهرجان هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرا على مدار شهر استمتع فيه محبو الفنون بالبرنامج المتنوع لمهرجان الصيف. وقد شهدت الفعاليات تنوعا ملحوظا بين العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والورش الفنية. على مدار الشهر اللي فات تقريبا كان كل يوم في أكتر من حفلة، بالإضافة لعروض سينمائية ومسرحية، بالإضافة لورش عمل فنية للمهتمين يعني من الشباب زي ما حضرتك شايف النهاردة. وطبعا في دول بتمثل نفسها في المهرجان النهاردة، وفي فرقة مربع ودي فرقة أردنية ومشهورة في الأردن، مشهورة كمان ليها جمهور كبير في مصر زي ما حضرتك شايف الساحة ممتلئة يعني. والحفلات احنا يعني نظمناها السنة دي، كان في بعض الحفلات داخل القاعة وفي حفلات في الساحة الكبيرة.